بالعلم ويا العمل ضريري جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، الموضوع اللي هنغطيه النهاردة، احنا هنغطي النهاردة الوان، وهنغطي اي بي فيرجن 6. كان في مجموعة في المحاضرة اللي فاتت طلبت شرح كامل مش مجرد اسئلة للاي بي فيرجن 6. هل في حد موافق على الاقتراح ده؟ كم واحد موافق عليه؟ اللي موافق يكتب رقم واحد. هو افضل راوتنج بروتوكول هو الاي اي جي ار بي، طبعا مش عايز مناقشة. افضل راوتنج بروتوكول لو كان الراوترات اللي عندك كلها سيسكو يبقى الاي اي جي ار بي، ده افضل بروتوكول طبعا من غير مناقشه، انه اسرعهم في الكونفرجنس ومشاكله قليله، وبيتعامل حتى الديفولت كونفيجريشن بتاعته لو انت ما انتش ماهر فيه واستخدامه، الديفولت كونفيجريشن بتبقى مريحه جدا في سواء في وصلات الوان او في اللان من غير مشاكل. بس موضوع الراوتنج ده اعتقد كان محاضره المره اللي فاتت. عايزين نركز النهارده اكتر على الفريم ريلاي، البوينت تو بوينت. اللي عايز يفهم يعني ايه تكنولوجيا دي اس ال، وان كان دي خارج موضوع السي سي ان ايه، لكن كل الناس عندها في بيوتها دي اس ال. ازاي تنقل داتا بين 4 سويتشات مربوطين دون استخدام مربوطين بايه، ب4 لينكات بدون استخدام الاس تي بي. الاس تي بي ما بينطفيش يا جماعه، الاس تي بي شغال باي ديفولت في اجهزه سيسكو ما بينطفيش. وإن كان برضو بكرر كمان مرة، الأسئلة دي كانت المفروض في موضوع المحاضرة اللي فاتت. أستاذ باسم، أسئلتك في الراوتنج السويتشنج تخص المحاضرة اللي فاتت. الـ STP علشان تريح نفسك، الـ STP ما بينطفيش في أجهزة سيسكو، بس خلاص هو شغال لوحده باي ديفولت. موضوع المحاضرة إحنا حددناه أكتر من مرة. موضوع المحاضرة وان، سواء كان الـ BBB أو الفريم ريلي أو الـ DSL، وهنتكلم برضو عن الاي بي فيرجن 6، وهنتكلم عن الاكسس ليست والوايرلس لان. ده موضوع المحاضره. تمام. طيب بصوا يا جماعه، شرح سريع كده للاي بي فيرجن 6. تمام، مش متشكر يا جماعه. خلاص شرح سريع كده للاي بي فيرجن 6. هنقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم، دي العناصر اللي انا هحاول الخصها في الشرح كده بسرعه. ليه احنا محتاجين اي بي فيرجن 6؟ اشكال اللي ممكن ينكتب فيها اي بي فيرجن 6، التقسيم بتاعه او الاجزاء بتاعته فيها ايه، اللي هو الاستراكشر بتاعه يعني، طول البريفكس او طول النتورك قد ايه، الجزء بتاع النتورك، انواع الاي بيهات، الفئات بتاعتها، ازاي بياخد بخزن القيمه، او ازاي بدل الجهاز اي بي فيرجن 6 بكتبه فيه ازاي، اللي مسميه الاساينمنت، دي اتش سي بي بيوزع الاي بيهات ازاي لما ابقى شغال اي بي فيرجن 4 وعايز انقل الاي بي فيرجن 6، ايه الحاجات اللي انا محتاجها كبرامج او كاجهزه، والراوتنج. ممكن نبقى نغطي الراوتنج في الاخر، لكن ما اعتقدش ان انا هتعرض للراوتنج عشان الموضوع ما يكبرش. تمام. ليه احنا محتاجين اي بي فيرجن 6؟ الموضوع بسيط خالص، لان اي بي فيرجن 4 باختصار ما عادش مكفيني. اي بي فيرجن 4 احنا عملنا فيه كل الاساليب الممكنه لان هو يستمر معانا، عملنا فيه الناتنج، عملنا فيه البرايفت ادريسنج، الحاجات دي طولت فتره بقائه شويه، لكن برضو خلاص الاي بي فيرجن 4 خلاص يعني بينتحر في الفترات اللي احنا فيها دي، ما عادش هيكفي خالص. دول زي اليابان مثلا، دوله اليابان شغاله بالكامل داخليا باي بي فيرجن 6، ما عادش بتستخدم اي بي فيرجن 4 خالص. الديفولت اي بي في ويندوز 7 وويندوز فيستا، الديفولت اي بي هو اي بي فيرجن 6 مش اي بي فيرجن 4. والدليل على كده بسيط جدا، لو عملنا حاجه بسيطه زي دي، اعمل بنج على اي جهاز باسمه، اعمل بنج على اي جهاز باسمه مش بالاي بي بتاعه، وشوف الرد هيجي لك منين. لاحظوا ان الرد بيجي من اللوب باك اللي هو اي بي فيرجن 6، ده اللي هو دبل كولون وبعدين واحد، ده اللوب باك بتاع اي بي فيرجن 6، ده اللي هو بيعادل في اي بي فيرجن 4 127.0.0.1، ده اللي هو بيعادل في الاي بي فيرجن 4 127.0.0.1. ما جاليش الريبلاي منه لان الديفولت في ويندوز 7 هو الاي بي فيرجن 6. لو انا عايزه يجي من فيرجن 4 لازم اديله للسويتش ده او البارامتر ده اللي هو ماينس 4، ماينس 4 يجبره ان الرد يجي من اي بي فيرجن 4. يبقى اذا لو انا ما حطيتلوش اي بارامترات، الديفولت عنده ان هو فيرجن 6،
فخلاص احنا ان اجلا او عاجلا هننتقل للاي بي فيرجن 6، فيا ريت نعرف نعرف نعود نفسنا عليه ونستخدمه. المميزات اللي بتقابلني فيرجن 6 اللي ما اقدرش اشوفها فيرجن 4، الاجريجيشن. اي بي فيرجن 6 متصمم تصميم كويس جدا يا جماعه، ان كل منطقه في العالم معروف هي بتبدا منين، كل منطقه جغرافيه في العالم لها حيز معين من الاي بي، وبالتالي لما بشوف اول الاي بي ببقى عارف الدوله دي رايحه فين، او الاي بي ده هيروح لانهي دوله في العالم، او جاي من انهي دوله في العالم. التقسيم بتاعه منظم، مفيش فيه تداخل زي اللي حصل في اي بي فيرجن 4. تمام، مش محتاجين لا نات ولا بات، لان خلاص الاي بيهات اصلا عددها كبير جدا. اي بي فيرجن 4 بالمناسبه حجمه 32 بت، اي بي فيرجن 6 حجمه 128 بت. 128 بت ده بيكفي عدد كبير جدا من الاي بيهات. الاي بي سيك او السكيورتي اللي كنا بنضيفها مع اي بي فيرجن 4 كانت اختياري في اي بي فيرجن 4، مع اي بي فيرجن 6 هي ريكوايرد، بقت شيء اساسي، وبالتالي ده بقت بيضيف سكيورتي عاليه في الاجهزه. الهيدر بتاع اي بي فيرجن 6 كحجم بعدد البايت مقلش، لكن كسهوله في التعامل معاه او خفيف على الجهاز وهو بيتعامل معاه، الجهاز ارتاح جامد. وممكن نبقى نشوف تركيبه الهيدر في الاخر ونقارنها باي بي فيرجن 4، ونشوف يعني ايه الجهاز او الراوتر بيبقى مرتاح معاه، هنفهمها بعدين. الترانزيشن تول دي اللي هي الادوات اللي هنستخدمها علشان لو عايزين ننقل من اي بي فيرجن 4 لاي بي فيرجن 6. تمام، الاشكال اللي ممكن يكتب بها اي بي فيرجن 6، اي بي فيرجن 6 يا جماعه دي الصوره الكامله بتاعته، 128 بت، بينكتب بالارقام الهكسا ديسيمال، بينكتب بالارقام الست عشريه او اللي بنسميها هكسا ديسيمال، في صوره 8 اجزاء، في صوره 8 اجزاء. الاي بي فيرجن 4 لو عملنا مقارنه بسيطه بين الاثنين عشان ما نسرحش كده، اي بي فيرجن 4 كان عباره عن ايه؟ اربع بلوكات، سوري، اي بي فيرجن 4 كان عباره عن اربع بلوكات بينهم بوت. كل بلوك من دول كان بنقول عليه اوكتت. يعني ايه اوكتت؟ يعني ثماني، شرحنا، سوري، اوكتت معناها ثماني. طيب يبقى معنى ذلك ان احنا ممكن نقول على اي بي فيرجن 4 ان هو عباره عن اربع اوكتتس، يعني اربع ثمانيات. علشان اي بي فيرجن 6 سهل خالص عشان ما نتلخبطش فيه، هو عباره عن 8 اربعات، 8 اربعات مش اربع ثمانيات. ليه؟ لان هو بيكون اي بي فيرجن 6 بيكون الجزء اللي فيه بنسميه كوارتت، مش بنسميه اوكتت زي ما بعض الكتب بتقول، واسمه كوارتت لان هو رباعي مش ثماني، هو بنكتب فيه اربع ارقام مش ثمانيه. تمام، ادي اربعه وكمان اربعه زيهم، بس مش بنحط نقطه، احنا بنحط كولوم بين كل جزء والتاني، او بين كل كوارتت والتاني. خلاص، دي الصورة العامة بتاعت اي بي فيرجن 6، بيكون 8 كوارتر. القيمة في كل كوارتر بتتراوح من 4 اصفار لحد اف 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 اف. تمام، دي اللي هي اقصى قيمة ممكن تتحط في كوارتر. الكوارتر الواحد طوله 16 بت، الكوارتر الواحد طوله 16 بت، 16 في 8 يطلع ب 128 بت، اللي هو اقصى طول للاي بي فيرجن 6. لحد كده تمام. طيب نظرا لانه طوله كبير جدا، دي صوره لاي بي فيرجن 6، الصوره اللي قدام منها دي اللي هي 2001 3A دبل او، وبعد كده كوارتت كل اصفار، وبعدين كوارتت كل اصفار، وبعدين تلات اصفار اف اصفار اصفار 00 اي 0. خلاص، هنشوف دلوقتي يا استاذ عمرو، هنشوف دلوقتي يا استاذ عمرو، هو يعني هو تقدر تقول او تقدر تقول لا، يعني الاثنين ينفعوا. هنشوف دلوقتي ازاي دي الصورة العامة، قلنا لشكل الاي بي الكامل. الصورة المختصرة اللي فيه ان اي بي فيرجن 6 بيدعم اختصار شوية، ان هو وانت بتكتبه ممكن تشيل الاصفار اللي على الشمال، يعني مثلا ده 000 اف ممكن نكتبها على طول اف، لان الاصفار اللي على الشمال ملهاش لازمة، ممكن نكتبها على طول اف. خلاص، هنا مثلا 4 اصفار يبقى نكتبها 0 1 وخلاص، وهكذا. تمام، ده دي الصوره الاولى في الاختصار، ان انا بشيل الاصفار اللي على الشمال في اول كل كوارتت.
بشيل الاصفار اللي على الشمال في اول كل كوارتر. الصورة التانية للاختصار اللي هو لما بيكون في عندي اكتر من مجموعة متتالية ورا بعضها، يعني هنا مجموعة اصفار متتالية وراها تانية مجموعة اصفار متتالية، كوارتت وكوارتت كاملين ورا بعض اصفار، في الحالة دي ممكن اشيل الكوارتتس دي بالكامل واعوض عنها بدبل كولوم، بعوض عنها بدبل كولوم. يعني ايه؟ يعني لو ركزنا هنا كده في الصورة دي هنلاقي ايه؟ ال 2001، ال 2001 موجودة بالفعل هنا، تمام؟ بعد كده 3A00 منقولة بالظبط اهي 3A00، وبعدين 8 اصفار متتالية، 2 كوارتتس ورا بعض اصفار، 2 كوارتتس شلتهم وحطيت مكانهم، بصوا دبل كولوم، حطيت مكانهم هنا دبل كولوم، تمام؟ وبعدين مجموعة تانية من 8 اصفار، لاحظوا ان انا ما اختصرتهاش، المجموعة التانية اللي من 8 اصفار ما اختصرتهاش، حطيتها صفر وبعدين صفر، يعني شلت الاصفار اللي على الشمال بس لكني ما اختصرتهاش بدبل كولوم، هنشوف دلوقتي ليه. وبعدين 00 اي 0 برضو شلت الاصفار اللي على الشمال وخليتها اي 0. طيب الاصفار اللي على الشمال لو حبيت تكررها في اكتر من كوارتت وتحذفها من اكتر من كوارتت مفيش مشكله، يعني لو طبقتها اكتر من مره في الاي بي مفيش مشكله، لكن لما تحذف مجموعه او مجموعتين او اكتر من مجموعه من الكوارتتس يعني وتحط مكانهم دبل كولون ما ينفعش نكررها اكتر من مره. السؤال دلوقتي ليه ما بنكررهاش اكتر من مره؟ لان الطريقه اللي الراوتر بيعرف بيها الاي بي بيعرفها ازاي، الاي بي ده ما ينفعش يدخل في راوتر من الاي بي ده ناقص، لو عديتوها هتلاقوه 6 كوارتت مش 8 كوارتت، عدوه كده ادي كوارتت 2 3 4 5 6 ناقص 2 كوارتت. لما احنا لما اي بي زي ده بيوصل للراوتر، لو انا مثلا بعمل عليه بينج او ببعت له اي رساله، كل اللي بيعمله الراوتر ان هو بيعد عدد الكوارتتس اللي فيه، فبيلاقيهم 6، يبقى ناقص كام عشان اي بي يكمل؟ ناقص 2، لان الاي بي معروف ان هو 8 كوارتت، فيقوم شايل الكولوم الدبل كولوم اللي هنا دي ومعوض عنها بما يكمل الاي بي، اللي يكمله هنا 2 كوارتت، يقوم حاطط 2 كوارتت كلهم اصفار، يقوم حاطط 2 كوارتت كلهم اصفار. وكذلك لو كنا كتبنا الاي بي بالصوره دي، يعني الصوره ديت ان انا عوضت عن المجموعه الاولى من الصفين دول، مجموعه الاصفار الاولانيه دي، دي مجموعه ودي مجموعه تانيه من الاصفار. في الطريقه الاولى هنا وانا بختصر عوضت عن المجموعه الاولى بدبل كولوم اللي هي المجموعه دي، في الطريقه الثانيه وانا بختصر هنا عوضت عن المجموعه الثانيه بالدبل كولوم، شايفينها هنا في الطريقه الثانيه. لكن شايفين في الطريقه الثالثه اللي هو بحاول اعمل ايه؟ بحاول احط هنا دبل كولوم وكمان دبل كولوم هنا، عشان كده انا شاطب على الطريقه، الطريقه دي غلط، ده ما ينفعش يكون اي بي. ليه؟ لان الاي بي ده لو وصل للراوتر، شوفوا الراوتر هيفكر ازاي واحده واحده ونحاول نفكر زيه. الراوتر هيقول انا وصلني كوارتت 2 3 4، وصلني 4 كوارتت، فاضل لي كام علشان الاي بي يكمل؟ فاضل لي 4 كوارتت، لان الاي بي بيكون 8 كوارتت. طيب الاربع كوارتت دول هل معناهم 3 كوارتت هنا مجموع اصفار وكوارتت هنا، ولا 3 هنا وواحد هنا، ولا 2 هنا واثنين هنا؟ الراوتر متحير ما يقدرش يحدد شكل الاي بي، الراوتر متحير وما يقدرش يحدد شكل الاي بي. في الحالات اللي زي دي ما ينفعش الاختصار يكون اكتر من مره، الاختصار يكون مره واحده في حاله ان احنا هنلغي كوارتت بالكامل ونعوض عنه بدبل كولون، وتتعمل مره واحده بس علشان الراوتر يقدر يكون تاني او يعيد الاستراكشر تاني بتاع الاي بي بالكامل. اوكي طيب لحد كده النقطه دي مفهومه؟ انقل بعد كده، خلصنا طرق الاختصار او طرق الكتابه بتاعته، انقل على النقطه التانيه. محدش بيكتب واحد عايزين نعيد طيب ولا ايه؟ ولا الناس مش سامعة الصوت؟ طيب تمام، نقلع النقطة التانية. ده شكل الاي بي يا جماعة، بصوا كده اي بي فيرجن 4 شكله عامل ازاي يا جماعة. اي بي فيرجن 4 الاصل بتاعه في اللي هو الكلاس فول ادرس بيكون عندنا جزء اللي بنسميه النتورك وجزء الهوست. طبعا انا مش قصد هنا اقسمهم بالنص بالظبط، يعني مش لازم ده يكون 2 اوكتيت وده 2 اوكتيت، لا مش شرط، انا اللي يهمني ان في جزء للنتورك وجزء للهوست، تمام. اي بي فيرجن 4 لما عدلناه شويه وعملنا عليه السبنتنج بقى عندي جزء للنتورك وجزء للسبنت وجزء للهوست. اي بي فيرجن 6 بيمشي بنفس المفهوم لكن مغير المصطلحات. اللي بيصعب اي بي فيرجن 6 ان الناس لما بتشوف مصطلح جديد بتفتكره كونسبت جديد او بتفتكروا حاجه جديده انضافت في الشبكات، هو مفيش اي جديد غير ان هو غير الاسماء بس. كل حكايه ان هو مقسم الاي بي نصين اتنين بالظبط، اول 64 بت دول اسمهم بريفكس. يعني ايه بريفكس؟ يعني جزء الشبكه جزء النتورك.
والجزء التاني ال 64 بت التانيين مسميهم انترفيس اي دي اللي هو جزء الهوست يعني، بس خلاص. يبقى ادي اي بي فيرجن 6. اي بي فيرجن 6 بيقسم الاي بي نصين بالظبط، 64 بت على الشمال و64 بت على اليمين. الجزء اللي على الشمال خاص بالشبكه بس ما بيسموه الشبكه، بيسميه البي اف اكس. الجزء اللي على اليمين بيسميه اللي هو بتاع الهوست بس ما بيسموهوش هوست، بيسميه انترفيس اي دي بس. ادي الاي بي فيرجن 6 وادي الشكل بتاعه. جزء البريفكس بقى بيبقى طوله قد ايه؟ جزء البريفكس ده متعلق بمفهوم الاجريجيشن اللي انا قلته في اول المحاضره خالص. انا قلت في اول المحاضره ان عندنا حاجه اسمها الاجريجيشن. الاجريجيشن ده يعني الاي بي هات متجمعه على مستوى الدول، كل منطقه جغرافيه ليها رينج معين من الاي بي هات. تمام. المؤسسه المسؤوله عن توزيع الاي بي هات فيرجن 4 في العالم كله، اي بي هات فيرجن 4 بكرر كم مره، اسمها ايانا، مؤسسة الإيانا. مؤسسة الإيانا دي هي اللي وكلت عنها مؤسسة أيكن، هي اللي وكلت مؤسسة أيكن في التعامل مع أيبهات فيرجن 6. يعني اللي عايز أي دولة عايزة تاخد أيبهات فيرجن 6 تتصل بمؤسسة الأيكن وتقول لها حدد لنا رينج نشتغل عليه. تمام. طبعا الأيكن كمؤسسة بتوزع أيبهات في العالم كله مستحيل تتعامل مع كل شركات النت. تمام. شركات النت اللي في العالم يعني مش هتتعامل مع تي اي داتا ولينك ومش عارف ده، على مستوى العالم هيبقوا كتير جدا. فاللي بتعمله لايك انها بتتعامل مع 5 مؤسسات فقط في العالم كله، اللي احنا بنسميهم ريجستري. بنسميهم ريجستري. ريجستري ده بيبقى مسؤول عن قاره بالكامل، مؤسسه كبيره بتبقى مسؤوله عن قاره بالكامل، بتتعامل مع مؤسسه الايكن. الايكن بتتعامل مع 5 ريجستري بس في العالم كله، بتدي لكل واحد فيهم رينج معين من الاي بي. لما اجي اقول ان عندي 12 بت بريفكس يعني ايه؟ يعني مثلا لو جينا على قاره زي قاره اسيا مثلا، قارة آسيا هتاخد 12 بت معينين، مجموعة من الأصفار الوحيد متتالية ورا بعض. ال 12 بت دول بتوع قارة آسيا، يعني أي أي بي بتاع أي جهاز موجود في قارة آسيا في أي دولة من دول آسيا أول 12 بت فيهم ثابتين، دول بتوع آسيا. تمام. وده اللي بيسهل على الراوتر فيما بعد انه يعرف الباكت دي رايحة فين او جاية منين، لانه بمجرد ما يقرا اول 12 بت بتوعها عارف القارة اللي هي جاية منها، يقرا كمان كام بت بعدهم يعرف الدولة اللي هي جاية منها، يقرا كمان كام بت بعدهم يعرف المؤسسة أو الشركة بتاعة الإنترنت اللي في الدولة دي، وهكذا لحد ما يوصل للجهاز. تمام. ده اللي احنا بنسميه الأجريجيشن. ده اللي احنا بنسميه الأجريجيشن. يبقى أول 12 بت بيحددوا الريجستري أو بيحددوا القارة اللي طالع منها الأي بي. تمام. بعد كده ال 12 دول يزيدوا شوية يبقوا 32 بت، يبقى زودنا عليهم قد إيه؟ زودنا عليهم 20 بت. ال 20 بت دول بيحددوا الاي اس بي او شركه النت اللي بتوزع اللي انت بتتعامل معاها، شركه النت اللي انت بتتعامل معاها. يبقى خلاص، يبقى ريجستري بتاع مثلا قاره افريقيا خد من الايكن ال 12 بت بتوعه، يجي بقى ريجستري يوزعهم على قاره افريقيا، تطلع له شركه زي تي اي داتا من مصر، شركه لينك، شركه زين، شركه اي حاجه مثلا في السعوديه في اسيا. اعذروني انا في الجغرافيا مش قد كده. ايا مكان تطلع له اي شركه تقول انا عايزه مجموعة اي بيهات عشان اتعامل بقى مع العملاء بتوعي، فيديها لحد 32 بت. يبقى انا مثلا كده ضمنت ان كل العملاء اللي في شركة تي اي داتا، كل العملاء اللي في شركة تي اي داتا اول 32 بت عندهم من الشمال ثابتين، اول 32 بت عندهم من الشمال ثابتين. بعد كده الاي اس بي يدي للمؤسسة او للبيت او للشركة الصغيرة اللي بتاخد منه يديها اول 48 بت. يعني مثلا ايه؟ لو قلنا مثلا شركة تي اي داتا، الأجهزة اللي مش بتطلع على الإنترنت ماليش دعوة بيها، الأجهزة اللي ما بتطلعش على الإنترنت دي بتاخد برايفت أدريسنج. طول بالك عليا يا أستاذ عمرو، البرايفت أدريسنج أنا لسه ما اتكلمتش عنه خالص، ولا جبت سيرته خالص، ولا حتى قلت هو اسمه إيه، ما اسموش برايفت أدريسنج في الأي بي فيرجن 6، هو غير المصطلحات زي ما قلت. أنا دلوقتي بشرح الأي بيهات البابليك اللي هي متوزعة على الدول. خلاص. بعد ما الأي إس بي ياخد من الريجستر ال 32 بت بتوعه، لما يجي يوزع على الشركات يبدأ يوزع ازاي؟ نشوف برضو كده مثال. مثلا شركة لينك، عندنا مثلا جامعة الأزهر الجامعة اللي أنا كنت بدرس فيها واخدة الخط بتاعها من شركة لينك. تمام. في الحالة دي لو شركة لينك هتديها أي بي بتدي 48 بت للجامعة ككل، بس جامعة الأزهر مؤسسة كبيرة جدا، شوف فيها كام كلية، كام معمل، كم مباني إدارية، كم كلام ده، وكل كلية نفسها فيها كم قسم، يعني كلية زي كلية الهندسة شوف فيها كم قسم جوه، وكل قسم لو عايز يعمل شبكات داخلية عنده أو كده من حق كل قسم. ده اللي احنا بنسميه السايت بقى، السايت هنا اللي هو جامعة الأزهر نفسها.
السايت اللي هو جامعة الأزهر، والاي اس بي اللي بيمثل شركة لينك، والريجستري اللي بيمثل قارة أفريقيا، والاي كان اللي هي المؤسسة اللي بتوزع الاي دي. خلاص، يبقى السايت اللي هو عند جامعة الأزهر من حقه بعد ما ياخد ال 48 بت بتوعه دول ثابتين. يعني ايه ثابتين؟ يعني اي اي بي جوه جامعة الأزهر اول 48 بت فيه ثابتين، سواء كان في كلية هندسة، كلية علوم، مباني إدارية، معامل الفطريات، معامل اي حاجة، كلهم اول 48 بت فيهم ثابتين. لكن من حق كل سايت ان هو يعمل سب نيتنج، ده السؤال اللي انت كنت بتسال عنه، يعمل سب نيتنج لحد 64 بت، ومش من حقه يتجاوز اكتر من كده، لان ال 64 بت التانيين خاصين بالهوست او اللي احنا بنسميهم الانترفيس اي دي. تمام، يبقى من حق كل سايت او المؤسسه او الشركه اللي خدت الاي بي دي، يعني من حقها انها تعمل سب نيتنج عندها لحد 64 بت. واعتقد ان المسافه بين ال 64 وال 48 حوالي 16 بت، و16 بت دي كافية جدا انك تعمل سب نيتنج يكفيك مهما كانت عدد الأجهزة اللي عندك، وده تقسيم عادل جدا. تمام، ده مفهوم الاجريجيشن او مفهوم البريفكس. خلاص خلصنا الادرس تايبس بقى، العناوين اللي ممكن ياخدها الجهاز. اجين بكرر كمان مره، المفاهيم واحده، مفيش مفاهيم جديده الا ما نظر، قليل شويه لما بنضيف مفاهيم جديده، لكن المشكله في المسميات، الاسماء، الاسماء بتتغير، فالناس بتتلخبط وتقول ايه ده، ده اي بي فيرجن 6 صعب ضايف حاجات جديده. هو مش ضايف حاجات جديده، هو كل حكايه انه غير الاسماء بس. يعني احنا في اي بي فيرجن 4 كلنا نعرف البابليك والبرايفت اي بي، تمام؟ حد ما يعرفش الفرق بين البابليك والبرايفت اي بي؟ طيب تمام، هنا يعني كله عارف. طيب يبقى الجلوبال يونيكاست في الاي بي فيرجن 6 هو بالظبط مفهوم البابليك اي بي في الفيرجن 4، بس ما بيسموهوش بابليك اي بي، بيسميه جلوبال يونيكاست. مفيش مشكله يا استاذ مصطفى، مفيش مشكله يا استاذ مصطفى، احنا بنشرح اي بي فيرجن 6 فقط، مش مرتبطين بحاجات قبل كده. اي بي فيرجن 6 موضوع مستقل تماما، مش محتاج اي مواضيع قبل كده، بس لازم تكون عندك فكره على الاقل عن اي بي فيرجن 4. الجلوبال يونيكاست زي ما قلنا هو المصطلح بتاع البابليك اي بي. يعني ايه بابليك؟ يعني اي بي بابليك يعني الاي بي ده بيتحرك في اي مكان في العالم، بنسميه راوتابل انسايد ان انتربرايز اند باي ذا انترنت. يعني ايه؟ يعني ممكن يتعمل له، متاسف يا استاذ عادل لو ما تعرفش الفرق بين اي بي فيرجن 6 واي بي فيرجن 4 مش هقدر اكمل معاك، يبقى الكورس ده مش مخصص ليك، الكورس ده للناس اللي خلصت دراسه السي سي ان اي وعندها مشاكل فيها، لكن مش بيشرح السي سي ان اي من الاول. اوكي، عموما في الاكاديميه الدارين عندها فيديوهات متسجله كامله عن كورس بالكامل، عن كورس السي سي ان اي بالكامل. ممكن حضرتك ترجع لمكتبه الفيديو اللي موجود على اليوتيوب الخاصه بالاكاديميه، وهناك ان شاء الله هتلاقي الكورس بالكامل. مش نرجع لموضوعنا، احنا قلنا البابليك اي بي يعني بيتعمل له راوتنج في الانترنت وبيتعمل له راوتنج داخل الشركه عندي. تمام، بعد كده نلجأ للبرايفت ادريسنج. البرايفت ادريسنج في اي بي فيرجن 4، في الاي بي فيرجن 6 موجوده برضه، بس بنسميها يونيك لوكال، مش بنسميها برايفت ادريسنج، بنسميها يونيك لوكال. تمام، يعني ايه برايفت ادريسنج؟ يعني بتعمل له راوتنج داخل المؤسسه عندي بالبروتوكولات اللي انتوا درستوها في مستوى السي سي ان اي، اللي هو الاي اي جي ار بي والريب والاو اس بي اف. البروتوكولات ديت كفاءة جدا في انها تعمل راوتنج داخل المؤسسة، لكنها ما بتطلعش على الانترنت. والاي بيهات الداخلية، الاي بيهات البرايفت، ما بيتعملهاش راوتنج على الانترنت، اللي هي الاي بيهات اللي بتبدأ اولها 10 او اولها 172 16 لحد 172 31 او اللي اولها 192 168. اوكي، المجموعة دي من الاي بيهات ما بيتعملهاش راوتنج في الانترنت، مش لعلة في البروتوكولز، يعني اي بروتوكول موجود في الانترنت، اي بروتوكول موجود في الانترنت للراوتنج، زي مثلا البي جي بي هو يعتبر هو الاساس اللي في الانترنت، ما فيهوش عله ابدا من ان هو يعمل راوتنج الاي بي 10 او الاي بي 172 او 192. بالفعل بيقدر، بس الكور راوترز اللي موجوده اللي مسيطره على الانترنت بالكامل دي متبرمجه انها ما بتعملش فورواردنج لاي باكيتس يكون فيها الادرس بتاعها برايفت. عشان كده بنقول ان برايفت ادرسنج ما بتمشيش في الانترنت بس، لكن ما فيش بروتوكول بيمنعها. الـ OSPF، الـ BGP، الـ whatever، أي بروتوكول يخطر على بالك في الراوتنج بيتعامل مع البرايفت زي ما بيتعامل مع البابليك بالظبط، ما عندوش فرق بين الاتنين. أوكي، آخر حاجة ده يعتبر بقى الكونسيبت الجديد اللي ضافه IP فيرجن 6، وملوش أي مثيل في الـ IP فيرجن 4، زي ما أنتم شايفين هنا ملوش مثيل أصلا في IP فيرجن 4. حاجة اسمها لينك لوكال. لينك لوكال اللي بقى ده المرحلة الثالثة في الـ IP فيرجن 6، ده اللي هو مفيش راوتنج أصلا،
لا جوه المؤسسة ولا خارج المؤسسة، ده بيتحرك على مستوى السويتش فقط، أول ما بيلاقي راوتر ما بيعديش، ما بيوصلش الناحية التانية، تمام؟ وده بيستخدم يعني علشان البرودكاست اتمنع من اي بي فيرجن 6، فده بيحل مشاكل كده احيانا كنا بنحتاج فيها البرودكاست، احيانا كنا بنحتاج فيها البرودكاست، فخلوا ده مبدئيا معاكم. مش هتعرفوا عنه معلومات كتير قوي في السي سي ان اي، يمكن في السي ان بي يوضح شويه، لكن وافضل واحد يمكن شرحه كان ويندل اودم في الكتاب الجديد اللي اسمه سي سي ان بي روت، الفيرجن الجديد من السي سي ان بي، ويندل اودم شرحه بالتفصيل، شرحه بالتفصيل، تمام؟ بعض الناس لو بتقرا كتب في الاي بي فيرجن 6 هيلاقي حاجه اسمها سايت لوكال او حاجه اسمها سايت ادرس. السايت او السايت لوكال هو مصطلح كان زمان صح، دلوقتي ما عادش له وجود، لان الفيرجن او الاي بي فيرجن 6 نفسه تعمل له تحديث يا جماعه في المصطلحات بتاعته، والستاندرد الجديد ما عادش فيه المصطلح ده، ما عادش فيه حاجه اسمها سايت لوكال. الاي بيهات او الاسماء اللي احنا بنتعامل بيها دلوقتي الجلوبال يونيكاست اللي هو البابليك اي بي، واليونيك لوكال اللي هو البرايفت، واللينك لوكال قلنا ده الكونسيبت الجديد اللي هو اصلا ما بتعملوش راوتنج خالص، تمام؟ ما عادش في حاجه اسمها سايت لوكال. بعد كده الفئات اللي ممكن ينتمي ليها اي اي بي، احنا قلنا عندنا اليونيكاست والمالتي كاست والبرودكاست، المفاهيم دي كانت موجوده في اي بي فيرجن 4، تمام؟ عندنا في اي بي فيرجن 6 برضو عندنا يونيكاست، ودي معناها ان في جهاز بيكلم جهاز اللي احنا بنسميها 1 تو 1، بنسميها 1 تو 1. بعد كده عندنا حاجه اسمها المالتي كاست، يعني واحد بيكلم مجموعه من الاجهزه، واحد بيكلم مجموعه من الاجهزه، وبرضه نفس المفهوم موجود في اي بي فيرجن 6. البرودكاست معناها 1 تو اول، واحد بيكلم كله، مش بيكلم مجموعه، بيكلم كل اللي معاه في الشبكه. المفهوم ده كان موجود في اي بي فيرجن 4، والمفهوم ده له مشاكل شويه في السكيورتي، اتكلمنا عنها كمان في السبانينج تري، وكان له مشاكل مع السبانينج تري والكلام ده. البرودكاست خلاص انتهى تماما في موضوع الاي بي فيرجن 6، وما عادش في حاجه اسمها برودكاست اصلا في الاي بي فيرجن 6. في المقابل اي بي فيرجن 6 استحدث حاجه ملهاش مثيل خالص في اي بي فيرجن 4 اسمها اني كاست. اني كاست معناها 1 تو نيرست، انا بكلم اقرب واحد ليا. والجملة دي اللي يركز فيها شوية وهو بيقراها المفروض يفهم منها إن أكتر من جهاز في العالم هيبقى لهم نفس الـ IP فيرجن 6، ودي من مميزات IP فيرجن 6 الجديدة. IP فيرجن 6 يختلف عن IP فيرجن 4 في إن ممكن يكون أكتر من جهاز لهم نفس الـ IP، وممكن يكون الجهاز الواحد له أكتر من IP. بكرر كمان مرة، ممكن يكون أكتر من جهاز لهم نفس الـ IP، وممكن يكون الجهاز الواحد له اكتر من اي بي، وهنشوف دلوقتي ازاي. كون ان اكتر من جهاز يبقى لهم نفس الاي بي، ده ما بيبقاش اي بي عادي، مش اي بي بابليك عادي بيستخدم، ده اي بي بيدخل في المجموعه اللي اسمها اني كاست. اني كاست دي مقصود بيها ايه؟ يعني مثلا سيرفر زي جوجل، جوجل له سيرفرات كتير جدا على مستوى العالم، تمام؟ الاني كاست ده بيعمل نوع من اللود بالانسنج. ازاي؟ انا دلوقتي في مصر، تمام، عايز اعمل سيرش جوه جوجل، اي سيرفر من سيرفرات جوجل في العالم اللي يتولى عمليه السيرش بالنسبه لي. مثلا لو افترضنا ان في سيرفر في امريكا، سيرفر في فرنسا، سيرفر في تركيا، اقرب واحد بالنسبه لي هنا في مصر السيرفر بتاع تركيا، يبقى خلاص هو اللي يرد. انا لما بكتب الاي بي بتاع جوجل بكتب الاي بي بتاع جوجل بصفه عامه، اللي هو المفروض نفس الاي بي اللي موجود في فرنسا وفي امريكا وفي تركيا وفي كله، ده اللي هو اللي احنا مسميه اللود بالانسنج بقى، تمام؟ اقرب واحد ليا هو اللي يرد عليا، اقرب واحد ليا هو اللي يرد عليا، ده اللي احنا بنسميه الاني كاست، والمفهوم ده جديد وما كانش موجود في فيرجن 4. خلاص، يبقى احنا كده عدينا من الحته بتاعت ان يكون اكتر من جهاز لهم نفس الاي بي. طب الجهاز الواحد بيبقى له اكتر من اي بي؟ اه، الجهاز الواحد بيبقى له لينك لوكال، وبيبقى له جلوبال يونيكاست، وبيبقى له برايفت ادرس اللي هو اليونيك لوكال، بيبقى له اكتر من اي بي ممكن يتحطوا فيه، ويبقى شغال عادي من غير مشاكل، بيستخدم الاي بي هات دي في حاجات، وبيستخدم الاي بي هات التانيه في حاجات تانيه. خلاص، ازاي بنحط الاي بي هات؟ ازاي اعمل تخصيص الاي بي جوه جهاز؟ في اي بي فيرجن 4 الاي بي بدي للجهاز بطريقه من اتنين، يا اما ستاتيك بكتبه بايدي اللي احنا بنسميها مانوال يعني، يا اما دايناميك من خلال الدي اتش سي بي سيرفر، بخلي الدي اتش سي بي هو اللي يوزع عليه الاي بي هات، واقوم بس خلاص مفيش غير الطريقتين دول، يا اما ستاتيك يا اما دايناميك، مفيش طريقه ثالثه.
في الاي بي فيرجن 6 الوضع مختلف شويه. في الاي بي فيرجن 6 برضه هما حاجتين اتنين، برضه هما حاجتين اتنين، يا اما يدوي يا اما اوتوماتيك. بس اليدوي له طريقتين، اليدوي يا اما تديله الاي بي بالكامل، يعني تديله ال 128 بت كاملين، تديله الاي بي بتاعه بالكامل، يا اما تديله جزء البريفكس بس اللي هو جزء الشبكه، وتسيب الجهاز يالف لنفسه الجزء بتاع الهوست. هنا مش معناه ان انا استخدمت الدي اتش سي بي يا اولاد، هنا مش معناها ان انا استخدمت الدي اتش سي بي، دي معناها ان انا كتبت له جزء الشبكه يدوي مش دي اتش سي بي، والجهاز هو الجهاز بنفسه مش دي اتش سي بي سيرفر، هو اللي بيتولى لنفسه عمليه تاليف الجزء اللي فاضل له جزء الهوست. تمام. طيب لو كل جهاز هيالف لنفسه اي بي، ايه اللي يضمن لي ان مش هيحصل تكرار في الشبكه؟ ايه اللي يضمن لي ان مثلا ممكن وانا بالف رقم عشوائي اخد واحد مثلا، خلاص ال 64 بت كلهم اصفار واخر بت بس هو اللي بواحد. ممكن بالصدفة الجهاز اللي جنب مني هو كمان بيألف لنفسه رقم برضه يعملهم كلهم اصفار وياخد واحد، ايه المشكلة؟ كده في الحالة دي بقى جهازين اتنين بنفس الاي بي. لا الكلام ده ما بيحصلش، ان في طريقة، الطريقة اللي هو بيألف بيها الاي بي، اللي بيألف بيها الجزء بتاع الهوست اسمها اي او اي 64، ودي هشرحها دلوقتي، هشرحها دلوقتي ما تقلقوش. لكن خلينا عارفين ان ما بيحصلش تكرار في الاي بيات، لانه بيدخل الماك في الموضوع، كل جهاز بيدخل الماك بتاعه، والماكات معروف ان ما فيهاش تكرار في العالم كله، فكده بقى تفاديت موضوع التكرار. خلاص. الطريقه بتاعت الدي اتش سي بي اللي هو دايناميك، في اي بي فيرجن 4 خلاص الدي اتش سي بي هيوزع على الايباد، في اي بي فيرجن 6 برضه الدي اتش سي بي بيعمل طريقه من اتنين، يا اما يديك الاي بي بالكامل ده بنسميه ستيتفول دي اتش سي بي، يا اما يديك البريفكس فقط ويسيبك برضه انت اللي تالف لنفسك الجزء بتاع الهوست، وفي الحاله دي بنسميه ستيتلس دي اتش سي بي. خلاص. يبقى اي بي فيرجن 4 بياخد الايباد بتاعته بطريقه من اتنين، يا اما ستاتيك يا اما دايناميك. الاي بي فيرجن 6 بياخد الاي بي بتاعه باربع طرق، يا اما ستاتيك وتديله الاي بي بالكامل، يا اما ستاتيك وتديله البريفكس وهو يالف لنفسه الجزء بتاع البوست، يا اما دايناميك والدي اتش سي بي سيرفر يتولى توزيع الاي بي بالكامل، يا اما دي اتش سي بي بيوزع نص الاي بي فقط اللي هو الجزء بتاع البريفكس ويسيبه يالف لنفسه النص الثاني، ده اللي احنا بنسميه ستيتلس دي اتش سي بي. لحد كده تمام؟ لو الكلام لحد كده واضح أرجو حد يكتب لي رقم واحد. تمام. طيب حد عايز نعيد أي حاجة؟ اللي عايز نعيد يكتب الرقم اتنين. طيب تمام. طريقة الـ AUI 64 انا مش عارف اشرحها ولا ايه، انا ارجو ان هي اسيبها لكم تقروها، هي سهله عموما، انا ممكن اسيبكم تقروها كده عشان بس وقت المحاضره، احنا كده استهلكنا ساعه الا ربع، فهنجز بس شويه علشان لو حد عنده اي اسئله في الوان او الاي سي ال عشان ما نتظلمش. تمام. ده دي اتش سي بي خلاص اوكي، هو ده دي اتش سي بي انا خلاص تقريبا شرحته في السلايد اللي فاتت. الترانزيشن تول بقى يا جماعه اللي هو ازاي لو انا عندي اي بي فيرجن 4 وعايز انقل لاي بي فيرجن 6 هتحرك ازاي؟ يعني دوله زي دوله اليابان مثلا، دوله اليابان خلاص استقرت انها تستخدم اي بي فيرجن 6 وبالفعل شغاله بيه داخل الدوله عندها. لحظه بس هوصل الكهرباء بالجهاز. تمام. دولة زي دولة اليابان قلنا إنها استقرت على أي بي فيرجن 6 كنظام كوميونيكيشن داخلي في اليابان، بس دولة اليابان دي لما بتكون داخلة إنترنت بتدخل إزاي؟ الإنترنت لسه ما زال أي بي فيرجن 4، والإنترنت هو آخر شبكة في العالم هتقلب لنظام أي بي فيرجن 6. الإنترنت هو آخر شبكة في العالم هتقلب لنظام أي بي فيرجن 6، مش الإنترنت مش هيتحول لأي بي فيرجن 6 غير لما يتأكد إن كل دول العالم استقرت ومشي فيها نظام أي بي فيرجن 6، لأنه لو حول له دلوقتي الدول اللي لسه شغاله اي بي فيرجن 4 هتتعب شويه في الدخول. ينفع الاثنين يشتغلوا مع بعض، لكن اذا كانت الاجهزه اللي عندك بتدعم الاثنين مع بعض، اذا كانت الاجهزه اللي عندك بتدعم الاثنين مع بعض. ثانيا الوضع مش وضع ان اجهزه تدعم فقط ولا لا، الوضع هل الشركات الكبيره في كل دوله استقرت ورتبت وعملت اي بيهات للسيرفرات اللي عندها وعملت الكلام ده ولا لسه؟ هو ده السؤال دلوقتي، هو ده السؤال فعلا. لو كانت السيرفرات الكبيرة، يعني مثلا تخيل ان موقع جوجل مثلا
انا بفرض مثال طبعا مستحيل يكون له وجود، لكن تخيل موقع جوجل ما خدش اي بي فيرجن 6 والانترنت قلب اي بي فيرجن 6، طب ندخل على جوجل ازاي؟ هنشوف دلوقتي الترانزيشن تول بتتحل المشكله دي ازاي، لكن مش ده المفضل ان احنا نحط كذا وسيط في النص، مش المفضل ان احنا نتحط كذا وسيط في النص، لذلك الانترنت مأخر نفسه على ما يكون العالم كله استقر. الترانزيشن دول ده هنعرض ثلاث سيناريوهات، والثلاث سيناريوهات دول كل واحد فيهم بيستخدم اسلوب للحل. اول حاجه خالص ان احنا بنسميها الدول ستاك. يعني ايه دول ستاك؟ يعني حاجه كده عامله زي ويندوز 7. ويندوز 7 عنده البروتوكولات بتاعت اي بي فيرجن 4 وما يتعامل معاها من كل البروتوكولات، سواء كان الدي اتش سي بي بتاعه، الاي سي ام بي بتاعه، الارب بتاعه، كل حاجه. اي بروتوكول بيحتك بالاي بي فيرجن 4 عنده الستاك بتاعه بالكامل او المجموعه بتاعته بالكامل، وعنده الستاك بتاع اي بي فيرجن 6 بالكامل، الدي اتش سي بي بتاعه، الاي سي ام بي بتاعه، كل البروتوكولات اللي بتتعامل معاه. في الحاله دي بنسميه دول ستاك، يعني عنده المجموعتين، المجموعه بتاعت اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. نظام زي ويندوز 7 ما عندوش اي مشكله، لو جه يتخاطب مع نظام بيتكلم فيرجن 6 يتعامل معاه، لو جه يتعامل مع نظام بيتكلم اي بي فيرجن 4 مفيش مشكله برضه بيتعامل معاه. لكن هل كل انظمه التشغيل ادفانسد متطوره؟ افرض ان انا عندي موبايل نوكيا قديم شويه، بيدخل نت، بيدخل نت بس امكانياته ضعيفه، هل ده يبقى فيه حاجه اسمها اي بي فيرجن 6؟ اشك اصلا انه يعرف يعني ايه اي بي فيرجن 6. لذلك الاسلوب ده ما ينفعش غير مع الاجهزه اللي هي حديثه شويه، راوترات حديثه، انظمه تشغيل متطوره، حاجات زي كده بتقدر تدعم الاثنين. خلاص، يبقى الدول ستاك ان انا بجيب راوتر او بجيب جهاز بيكون بيدعم الاثنين، وفي الحاله دي يبقى الجهاز ما عندوش اي مشكله خالص في ان هو يتعامل مع اي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6. طيب السيناريو الثاني، السيناريو الثاني حاجه بنسميها 6 تو 4 تانل، 6 تو 4 تانل اللي هو ده. هقول لك ان ده بيستخدم امتى، او التانلينج بصفه عامه بيستخدم امتى بغض النظر عن اسلوب التانلينج، سواء كان ام سي اف او 624 او الايزاتاب او التريدو او وات ايفر. اسلوب التانلينج بصفه عامه بيستخدم امتى؟ اسلوب التانلينج زي ما هو واضح هنا في السلايد بيقول ايه، يوز ده وين اي بي فيرجن 6 هوست وانت تو كوميونيكيت ويز انذر اي بي فيرجن 6 هوست بات ذا بيلود شود ترافل ثرو اي بي فيرجن 4 نتورك. يعني ايه باختصار كده؟ يعني نقول ربنا يقدرني واعرف ارسم، هقول لا بصوا كده يا جماعه، لو انا عندي هنا جهاز كمبيوتر بيتكلم اي بي فيرجن 6، عايز اتكلم مع جهاز كمبيوتر تاني بيتكلم فيرجن 6، يعني مثلا ده وليكن في اليابان وده في القاهره ماشي في ايجيبت او حاجه. المشكله ان الشبكه اللي همر عليها في الانترنت، يعني سي شركة تويوتا اليابانية، شركة تويوتا خلاص في اليابان شغالة اي بي فيرجن 6، الفرع بتاعها في مصر او الوكيل بتاعها في مصر برضه شغال اي بي فيرجن 6. المشكلة ان اليابان عشان تكلم مصر غصب عني لازم امشي من خلال الانترنت. خلاص معلش في حروف بتقع مني في الكتابة ما اتدققوش. في الحالات اللي زي دي الانترنت لسه شغال فيرجن 4 يا جماعة. الرسالة هتعدي ازاي؟ الرسالة هتعدي ازاي من خلال اي بي فيرجن 4؟ المشكلة دي حلها في التانلينج، المشكلة دي حلها في التانلينج. يبقى أسلوب التانلينج بغض النظر، التانلينج له أساليب كتير، عندنا حاجة اسمها الـ MCF، عندنا حاجة اسمها 624، عندنا حاجة اسمها اللي أنا ذاكرهم كلهم هنا في السلايد، عندنا حاجة اسمها الايزاتاب، عندنا حاجة اسمها التريدو، وفي حاجة تانية غير دول كمان. لكن التانلينج بصفة عامة ككونسبت بستخدمه إمتى؟ بستخدمه لما يكون فيرجن 6 عايز يكلم فيرجن 6، لكن الداتا لازم تمر في النص على شبكة ما بتتكلمش غير فيرجن 4. تمام. طيب ايه هو مفهوم التانلينج؟ التانلينج ككونسبت في الشبكات معناها تغليف داخل التغليف. يعني ايه؟ يعني الباكت بتخرج من الجهاز ده متغلفه في هيدر اي بي فيرجن 6، الباكت بداخل هذا الجهاز بتكون متغلفه في هيدر اي بي فيرجن 6. تمام. قبل ما بتمر في الانترنت بغلفها كمان مره جوه اي بي فيرجن 4، يعني الغلاف الاولاني ده فيرجن 6 بغلفها كمان غلاف فيرجن 4، بغلفها كمان غلاف بس بيكون فيرجن 4. خلاص، وبعدين اخليها تسافر عن طريق الانترنت. الانترنت ما بيشوفش غير الغلاف الخارجي ده، بيكون الهيدر بتاع الباكت بالنسبه له، ما بيشوفش التاني. خلاص، وبعد كده الانترنت ياخدها ويوجهها لحد الفرع بتاعنا في اليابان. الفرع بتاعنا في اليابان هو كمان الراوتر اللي فيه
متبرمج نفس البرمجه دي، متبرمج برمجه التانلينج. يعني ايه؟ يعني اول ما يشوف فوق الهيدر بتاع فيرجن 4 هيروح قصه يمسحه. بس في الحاله دي بقى احنا متعودين في الاي بي فيرجن 4 او في الاتصالات العاديه ان انا لما بشيل الهيدر بتاع اي بي فيرجن 4 بشوف الفريم. متعود لما بشيل الهيدر بتاع الاي بي بشوف الفريم، لكن هنا اللي هيجرى ان انت لما هتشيل الهيدر بتاع اي بي فيرجن 4 هتشوف الهيدر بتاع اي بي فيرجن 6. تمام؟ فهنا ما عنديش مشكله ان الاجهزه اللي في اليابان اوريدي متبرمجه انها تفهم الهيدر بتاع الاجهزه. وصلت الرساله؟ وصلت فكره التانلينج ان انا بغلف الرساله جوه رساله تانيه. وعلى فكره يا جماعه ما نسرحش وما ننساش نقطه مهمه. مين الجهاز اللي يقدر يغلف الداتا جوه هيدر فيرجن 6 وبعدين يغلفها كمان مره داخل هيدر اي بي فيرجن 4؟ لازم يكون الجهاز ده دوال ستاك، يعني لازم يكون الجهاز ده اصلا مسطب المجموعتين، مجموعه البروتوكولات بتاعت فيرجن 4 وفيرجن 6، والا ما يقدرش يعمل حركه زي دي، هيفهم ازاي الهيدر بتاع اي بي فيرجن 6؟ وصلت الرساله؟ النقطه دي وضحت يا جماعه؟ حد يكتب لي واحد لو واضحه، واللي مش واضح عنده النقطه يكتب لي اتنين. اوكي. التانلينج كمان مره. طب تمام ماشي خلاص نشرحها تاني. التانلينج كمان مره، التانلينج كحل للمشكله، التانلينج بيحل انهي مشكله من مشاكل اي بي فيرجن 6؟ بيحل مشكله ان يكون، لحظه انا عايز اعمل كلير المجموعه دي كلها، ممكن نعمل كلير؟ تمام. بصوا يا جماعه، اي بي فيرجن 6 عندنا فيه مشكله ان هو لو في شركه شغاله اي بي فيرجن 6 والشركه دي مالتي ناشونال لها كذا فرع في العالم، الفرع التاني بتاعها برضه شغال اي بي فيرجن 6، بس الفرعين عشان يكلموا بعض في النص لازم الداتا تمر على شبكه اي بي فيرجن 4. النوع ده من المشاكل الحل بتاعه في التانلينج، الحل بتاعه في التانلينج. يعني هنقول هنا ايه؟ ده جهاز بيشتغل اي بي فيرجن 6 عايز يكلم جهاز بيشتغل اي بي فيرجن 6 والشبكه اللي في النص شغاله فيرجن 4. الحالات اللي زي دي بعمل ايه؟ بصوا كده يا جماعه، الرسمه بقى بالتفصيل. ادي جهاز كمبيوتر فيرجن 6 هيتوصل براوتر، الراوتر ده شغال 6 وشغال 4، ده اللي هيعمل عمليه التانلنج يا جماعه. تمام؟ وبعدين ادي الانترنت او وات ايفر اي شبكه، بعد كده توصل على الراوتر، الراوتر ده شغال 6 وشغال 4، بعد كده تطلع على الجهاز اللي شغال فيرجن 6. خلاص. المشكلة الأساسية اللي عندي إن ده عايز يكلم ده والشبكة اللي هنا ما بتشتغلش غير 4، فإحنا بنعمل إيه؟ بستعين بجهاز يكون دول ستاك، بنسميه دول ستاك، وكذلك بستعين بيه في الفرع التاني. اوكي، المشكله دي ممكن تتحل عندك يا استاذ محمد، المشكله دي ممكن تتحل عندك لو شفت الفيديو المسجل. انا عندي مفيش مشكله بين الصوت والصوره، بس احيانا بيبقى بطء الاتصال في الانترنت هو اللي بيتسبب في حاجه زي دي. تمام. عموما انا عندي بالنسبه لي انا سرعه الابلود عندي كويسه لان الموقع ما عندوش مشكله في التزامن، لكن ممكن يكون انت اللي عندك سرعه الداونلود فيها حاجه لو في حد عندك بيعمل داونلود او حاجه. حضرتك ممكن تبقى تتابع الفيديو المسجل، بس حاول حتى تاخد فكرة. عم أنا مش بكتب كتير، يعني يبقى معظم كلامي صوت بس. نرجع تاني لموضوعنا يا جماعة، بستعين بجهاز قلنا لازم يكون فيه الدول ستاك، لازم يكون عنده الستة والأربعة علشان لا عفوا سامحني، بستعين بالجهاز اللي عنده ستة وأربعة علشان يقدر يحل لي المشكلة دي. قلنا الجهاز بيستخدم أسلوب التانلينج. أسلوب التانلينج الكلمة دي ككلمة في الشبكات معناها إيه؟ أول ما تسمع كلمة تانل اعرف ان هي عملية تغليف داخل داخلي. تغليف داخل 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 تغليف تاني. يعني ايه؟ يعني الجهاز ده هيطلع من عنده الباكت، الباكت هتخرج منه. الجهاز ده ما بيفهمش غير اي بي فيرجن 6، الجهاز ده ما بيفهمش غير اي بي فيرجن 6، وبالتالي الباكت هتخرج منه متغلفة في هيدر فيرجن 6. في مشكلة؟ الباكت يدخل الراوتر ده، الراوتر هيلاقيها لازم، يعني لما يعمل لها راوتنج او يعمل لها وات ايفر، المهم انه ياخد القرار بتاعها، هيلاقي انها عايزه تخرج من الانترفيس دي، والانترفيس دي واصله على شبكه فيرجن 4. فالراوتر اوتوماتيك يتطوع ويقوم جاي مغلف لك الداتا بتاعتك اللي هي كانت فيرجن 6 دي، يقوم واخدها مغلفها جوه غلاف تاني
فيرجن 4. يعني بالعربي كده الباكت بتاعتك بتتغلف جوه باكت تانية، الباكت بتتغلف جوه باكت تانية، الباكت الأولى الداخلية، الباكت الداخلية فيرجن 6 دي الأصلية اللي خارجة من جهاز الكمبيوتر، الباكت الخارجية فيرجن 4. الهدف من كده إيه؟ الهدف من كده إنها لو مشيت هنا الأجهزة اللي هنا تفهم. لحد كده النقطة دي واضحة؟ أستاذ عمرو وأستاذ محمد، لحد كده النقطة دي واضحة؟ طيب تمام تمام الحمد لله. بعد ما بيتم تغليف الباكت داخل فيرجن 4 بتسافر، خلاص بتسافر من خلال الشبكة ديت بالكامل لحد ما توصل عند الراوتر التاني. الراوتر التاني بيستلمها من الانترفيس دي اللي هي جاية فيرجن 4، تمام، بيشيل الهيدر بتاعها، بيشيل الهيدر بتاعها اللي هو الهيدر الخارجي، هي جاية له 6 وال6 دي متغلفة جوه 4. الهيدر هي خلاص الراوتر ده هيشيل الهيدر. مؤسسة الايان مين اللي بيديه للفيرجن 4؟ الراوتر بيبقى متبرمج عليه بقى، ما دي وظيفة الادمنستريتور اللي ماسك الراوتر، بيبقى مديله مجموعة ايبيهات فيرجن 4 يتحرك بيها ومجموعة ايبيهات فيرجن 6 يتحرك بيها، دي وظيفة الادمنستريتور اللي ماسك الشبكة. خلاص الكونفيجريشن مش عليك، انت عليك تفهم الكونسبت فقط، الكونفيجريشن مش عليك. خلاص بعد ما الراوتر الثاني اللي هو الراوتر بتاع الديستنيشن بيقص الهيدر بتاع اي بي فيرجن 4، بيتفاجئ بهيدر بتاع اي بي فيرجن 6، فيجي يعمل له راوتنج هيلاقيها يتحرك هيخرج من الانترفيس دي. لما يخرج من الانترفيس دي ما عنديش اي مشكله ان هو يخرج منها، لان اساسا الجهاز اللي موجود في اخرها جهاز اصلا بيدعم اي بي فيرجن 6، فيستلمها فيرجن 6 عادي خالص من غير مشاكل. ادي كل التانلينج، يعني الجهاز اللي على الطرف بتاع المرسل بيغلف الاي بي فيرجن 6 داخل غلاف اي بي فيرجن 4، والجهاز اللي على الطرف بتاع المستقبل بيشيل الغلاف بتاع فيرجن 4 علشان يسلمها له تاني فيرجن 6. بس ادي كل الحكايه. هل التاننج ده اسلوب مثالي؟ هل ما فيش فيه مشاكل؟ فيه مشاكل، لكن هعمل ايه؟ ما انا عايز احل مشكله، عايز احل مشكله موجوده اللي هي مشكله ان الشبكه اللي في النص ما بتتكلمش غير فيرجن 4. لكن هل هو اسلوب مثالي؟ هل مثلا طب ما ايه المشكله، احنا عايزين العالم كله يقلب فيرجن 6 ليه؟ ما تفضل الناس شغاله 6 عادي والناس شغاله 4 عادي ومش عارف مين. لا مش كويسه، لان بتعمل مشاكل في حاجات تانية. يعني مثلا يا جماعه لو حاول الجهاز الاول والجهاز التاني يعملوا ما بينهم وبين بعض تريس روت، يعملوا ما بينهم بعض تريس روت علشان يعرفوا في كم محطه في النص، او احيانا بنستخدم التريس روت او حاجه اسمها الباستنج علشان نعمل ترابل شوتنج على الشبكه. المشكله ان التريس روت هينعدم كفاءته، لان كده لو سالت الجهاز بتاع جهاز الكمبيوتر اللي هو شغال فيرجن 6 مين الجهاز اللي وراك مباشرة، هيقول لك الراوتر، لأن الراوتر بيفهم فيرجن 6. يعني مثلا لو سألت الجهاز اللي هنا مين الجهاز اللي وراك بالتريس روت، هيقول لك ده، تمام. وبعد كده أول نتيجة هتظهر له في التريس روت من هنا هيظهر له الجهاز ده مباشر، تمام. المشكلة في كده في إيه؟ المشكلة في إيه يا جماعة؟ المشكلة إن المنطقة بتاعت فيرجن 4 الأجهزة اللي بتشتغل فيرجن 6 ما تعرفش عنها حاجة، ما تعرفش إن الباكت اتغلفت داخل باكت تانية. التريس روت لو انتوا عندكم فكرة عن طريقة شغله، التريس روت بيعتمد على إن التي تي ال اللي في الباكت بيقل، عمال بيقل كل شوية. التي تي ال اللي في الهيدر بتاع الباكت ده فيلد موجود في الهيدر، المفروض يكون عندكم عنه فكرة من فاندمنتال. الهيدر ده بيقل كل ما الباكت بتتنقل من راوتر لراوتر. المشكله ان الهيدر ده مستحيل يقل في الاي بي فيرجن 6، لان الاي بي فيرجن 6 اساسا اتغلف جوه هيدر تاني اي بي فيرجن 4، فاللي عمال يقل الاي بي بتاع فيرجن 4. الاي بي فيرجن 6 ما عندوش ادنى فكره خالص على ان الرساله عماله تتنقل. واخدين بالكم من المشكله يا جماعه؟ فانا كده يعني ضيعت هويه بعض الاجهزه في النص، خليت في منطقه عاميه، منطقه اي بي فيرجن 4 بقت عاميه تماما بالنسبه لفيرجن 6، وكذلك منطقه فيرجن 6 بتبقى عاميه تماما بالنسبه لمنطقه فيرجن للاجهزه اللي بتشتغل فيرجن 4. يعني في اجهزه ما تعرفش حاجه خالص عن بعض المناطق في الانترنت، فاهميني؟ لذلك الاسلوب ده ما ينفعش يبقى اسلوب مستديم، هو بس بنحل بيه مشاكل على ما ربنا يكرم بقيه الدول وتقلب اي بي فيرجن 6، تمام. ارجو ان تكون النقطه دي وضحت.
يبقى التانلينج معناها تغليف داخل التغليف. بستخدمه امتى؟ بستخدمه لما يكون 6 عايز يكلم 6 وفي في النص منطقة ما بتشتغلش غير 4، ولازم الداتا تعدي من المنطقة دي، فلازم اغلفها لهم ب4 علشان يفهموها. بس خلاص الحتة دي كده واضحة. الناس فصلت مني ليه؟ كده ما عادش فاضل معايا الا 9 في الغرفة كلهم. واضح ان الموضوع ده مش خفيف قوي. تمام الاستاذ محمد كده تمام. الاستاذ عم تمام برضه. طيب حد تاني يا جماعة بيتابع معانا؟ الصوت واصل. الأستاذ محمد علي، الأستاذ محمد صلاح فرج، الناس اللي معانا في الغرفة يا جماعة انتم تمام. الأستاذ عدنان تمام. ها الناس الحاضرة معانا يا جماعة، الأستاذ كامل. تمام على رأيك يا أستاذ عمرو، والله المفروض اللي سمع اسمه فايد. طيب كده الأي بي فيرجن 6 خلاص. يبقى احنا شرحنا في الأي بي فيرجن 6 الدول ستاك، وشرحنا التانيلينج. تمام في حاجة تانية عايزين نقولها؟ في حاجة اسمها النات بي تي. النات بي تي دي بتبقى نوع تاني من المشاكل. النوع التاني ده اللي هو جهاز أي بي فيرجن 4 أونلي، عايز يكلم جهاز أي بي فيرجن 6 أونلي. ده عكس مشكلة التانلينج. التانلينج كان 6 عايز يكلم 6 وفي النص 4، انما هنا لا، ده واحد ما بيفهمش غير 4 اللي هو الموبايل النوكيا اللي انا كنت بقول عليه القديم، عايز يكلم واحد ما بيفهمش غير ويندوز 6 بس. جهاز في اليابان مثلا ما بيتعملش غير ويندوز 6. ده نحل المشكلة بينهم ازاي؟ بنعمل حاجة اسمها نات بي تي. ده اللي هو بيتم وضع اي بي فيرجن 4 في الهيدر، وبيتم ازالته من الهيدر بصورة معينة، لكن ما بيتمش تغليف كامل يا جماعة، بيتم التحريف في العنوان. يعني اي بي فيرجن 6 اللي ماشي في الباكت بيتغير وبيتعدل مكانه حاجة لاي بي فيرجن 4، وبعدين لما بيوصل عند الجهاز التاني بيتم تعديل العنوان كمان مرة. يعني الفرق بين التانلينج والنات يا جماعة، الفرق بين التانلينج والنات، التانلينج بيحافظ على الهيدر الأصلي، بحافظ على الهيدر الأصلي، بغلفه جوه غلاف تاني فيرجن 4، وبعدين اعمل اللي انا عايزه في فيرجن 4. البهدله كلها بتحصل في فيرجن 4. فيرجن 6 زي ما هو متغلف التغليفه الاصليه بتاعته، محدش لمسه لحد ما يوصل للديستنيشن بتاعته. لكن النات بي تي لا، في النات بي تي العنوان بيتاثر، العنوان بيتغير. الراوتر اللي قبل الانترنت ده بيعدل في العنوان علشان يمشيه في المنطقه بتاعته زي ما هو عايز، ويعدي، وبعد ما يوصل خالص يرجع يتعدل العنوان كمان مره علشان يدخل للجهاز المستقبل. يبقى النات بي تي بيجرح في العناوين، بيغير في الباكت، انما التانلينج ما بيغيرش في الباكت، هو بيأمنها بانه بيغلفها جوه باكت تانية وبعدين يمشي بالباكت التاني. ده الفرق بين النات بي تي وبين التانلينج. قلنا كل واحد فيهم له استخدامه، كل واحد فيهم له اساليبه. ده بصفة عامة التانلينج اللي انا شرحته ده المفهوم العام بتاع التانلينج. في منه 4 فئات بقى، اللي هو الام سي اف وال624 والايزا تاب والتريدو، مشروحين قدام منكم كل واحده في سطر واحد، واعتقد اللي هيقرا السطر ده هيفهمه من غير مشاكل. ده الفرق بين الاربعه باختصار، هو كل واحده سطر، مش عايزه شرح طويل. خلاص نقول ايه تاني؟ كده خلصنا الاي بي فيرجن 6. الراوتنج اعذروني مش هدخل في الراوتنج بتاع اي بي فيرجن 6، مش هقدر ادخل في الراوتنج بتاع اي بي فيرجن 6. انا بس هكتفي بان انا اوريكم ازاي نعمل العناوين بتاعته. بصوا كده، بدخل هنا انترفيس فاست 00 عادي خالص، كاني فاست ايثرنت 00، كاني بكتب اي بي فيرجن 4، بس لما اجي اقول له الاي بي ادرس بكتب اي بي فيرجن 6 ادرس. تمام اكبر الشاشه شويه. بكتب هنا، بصوا بدل ما بكتب اي بي ادرس بكتب اي بي فيرجن 6 ادرس. تمام، وبعدين بدي له العنوان بتاعي. بصوا كده العنوان بتاعي 2001 دبل كولون 1. اه ايوه استاذ عدنان انا معاك اهو. انا عايز بعمل انترفيس وبدلها اي بي ادرس. ايه المشكله؟ انترفيس وبدلها اي بي ادرس. احنا كنا متعودين ازاي نعملها في اي بي فيرجن 4. بكتب اسم الانترفيس وبعدين اقول له اي بي ادرس كذا كذا كذا. في الاي بي فيرجن 6 بقول له اي بي فيرجن 6 ادرس. بس ادي كل الفرق في الامر. العنوان بتاعي 2001 دبل كولون 1 على 64، ده اللي هو السبنت ماسك يا جماعه، على 64 اللي هو السبنت ماسك، وكان لازم نكتبه بالاسلوب بتاع السلاش ده، لان ما شاء الله عمره ما حد هيقعد يكتب فينا 128 بت السبنت ماسك، فكان لازم نستخدم الاسلوب المختصر ده
وكتر خيرهم عملوا. خلاص لما اجي اقول لك ان الاي بي بتاعي كده، الاي بي بتاعنا ده كام كوارتت عدوه كده؟ ادي كوارتت اللي هو 2001، وادي الكوارتت التاني اللي هو الواحد، يبقى كده عندنا 2 كوارتت، بقيه الاي بي 6 كوارتت، 6 كوارتت ناقصين، يبقى خلاص، يبقى الدبل كولون دي بتعوض عن 6 كوارتت، يبقى ال 6 كوارتت اللي في النص كلهم اصفار. بس ادي اي بي سهل خالص اهو، يبقى ال 6 كوارتت اللي في النص كلهم اصفار. خلاص، وبعدين بقول له نو شت داون الانترفيس، وتبقى خلاص الانترفيس خدت اي بي وشتغل. عايز تحط اي بي فيرجن 4 ما تحطه، بس انا هحطه ليه؟ انا خلاص عايز اشتغل فيرجن 6، انا عايز اجرب فيرجن 6 في المثال ده. مفيش مشكلة يا استاذ، ما احنا قلنا بقى ان اجهزة سيسكو فيها الاثنين، اجهزة سيسكو فيها دوال ستاك، بتعرف تشتغل فيرجن 4 وبتعرف تشتغل فيرجن 6. اجهزة سيسكو فيها فيرجن 4 وفيرجن 6، ويندوز 7 ما فيه فيرجن 4 وفيرجن 6، ايه المشكلة؟ يعني الانترفيس بتاعتك، الانترفيس بتاعتك اللي اسمها لوكال هوست او اللوك باك انترفيس اللي موجوده في جهاز الكمبيوتر عندك، لها اي بيين اثنين، لها الاي بي 127.0.0.1 ده في الفيرجن 4، ولها الاي بي اللي هو دبل كولون 1 في الاي بي فيرجن 6. ايه المشكله ان يبقى الانترفيس لها اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6؟ على حسب مين اللي بيكلمها وبترد عليه بما يتناسب معاه. لو اللي كلمني فيرجن 4 برد عليه من الفيرجن 4، لو اللي كلمني فيرجن 6 برد عليه من الفيرجن 6. خلاص، مش هدخل في الراوتنج كما قررت، مش هدخل في الراوتنج خالص، انا بس هنا كنت يعني بوريكم ازاي نكتب الانترفيسز. ادي انترفيس تانية، وادي الاي بي بتاعها، وادي برضو هنا نو شت داون. تلاحظوا هنا ان انا خليتها 2002 واحد مش 2001 واحد، لان احنا اتفقنا ان كل انترفيس في الراوتر لازم تكون في شبكة مختلفة، في الشبكة الاولانية 2001، في الشبكة التانية 2002. بغير في جزء الشبكة مش بغير في جزء الهوست. تمام، الامر ده الامر اللي هو الاساسي في الراوتنج. الامر ده لو ما انكتبش الراوترات بتاعت سيسكو ما بتعملش راوتنج لفيرجن 6 باي ديفولت. راوترات سيسكو ما بتعملش راوتنج للاي بي فيرجن 6 باي ديفولت، لازم الامر ده ينكتب علشان الراوتنج يتفعل في الراوترات. الراوتنج بتاع فيرجن 6، الراوتنج بتاع فيرجن 4 متفعل باي ديفولت، متفعل باي ديفولت تمام، لكن فيرجن 6 لازم تكتب له الكلام ده. الكونفيجريشن هسيبها لكم، هعرضها قدام منكم بس كده على الشاشة، اللي عايز يبقى يقرأها من الفيديو المتسجل ويبقى يطبقها عملي مفيش مشكلة، لكن مش هشرح. ادي الصفحة اللي بعدها، لاحظوا ان انا كده دخلت في راوتر 3، لاحظوا بس الاوامر بتنكتب في انهي راوتر. تمام، وبعدين هرجع تاني على راوتر 2. تمام، الكونفنشن بتاعي يا جماعة واسلوبي في تأليف المحاضرات دي، ان انا اللون اللي انتوا شايفينه ده، اللون اللي هو مش عارف اسميه ايه، برتقاني ولا اصفر مش عارف اسميه، اللون ده اللي هو الاوامر اللي انا بكتبها بايدي. تمام، اللون الازرق اللي بيطلع لكم ده اللي هو رد فعل الراوتر، دي الرسائل اللي بتطلع من الراوتر. ده اسلوبي في المحاضرات اللي انا بالفها عموما بصفه عامه، اي حد يقرا اي محاضرات انا اللي مالفها هيلاقي اسلوبها كده. اللون ده يعني الاوامر انا بكتبها بايدي، اللي هو اللون اللي فوق ده. الاوامر اللي تحت ده اللي هو رد فعل الراوتر. تمام، بس خلاص، ادي الريب، الريب بتاع فيرجن 6 بنسميه ريب ان جي، والاو اس بي اف بتاعه بالمناسبه اسمه او اس بي اف فيرجن 3، والاي اي جي ار بي بنسميه اي اي جي ار بي 4 اي بي فيرجن 6، بنسميه اي اي جي ار بي اللي هو مخصص للاي بي فيرجن 6. خلاص، اللي عايز برضه يعرف الريب ان جي بيشتغل ازاي، ادي الاوامر بتاعته، سيبها لكم شوية علشان لو حد بيتفرج عليها فيديو أو حاجة يبقى يسجلها، ولو عايزين أرفع لكم المحاضرة دي على الإنترنت يبقى خلاص أرفعها لكم وكل شيء. تمام، هنا آخر حاجة لما أجي أقول له شو أي بي روت اللي إحنا متعودين عليها، بكتبها له شو أي بي فيرجن 6 روت. خلاص، أعتقد كده إن إحنا استهلكنا وقت طويل جدا في الأي بي فيرجن 6، تقريبا خد أكتر من نص المحاضرة، خد أكتر من نص المحاضرة. لو حد عنده أي أسئلة في أي حاجة غير أي بي فيرجن 6 أبقى سعيد جدا أسمعك. فاضل حاجة صغيرة في أي بي فيرجن 6 بالمناسبة لسه ما قلتلكوش عليها، اللي هو إزاي أعرف الأي بي اللي قدام مني برايفت ولا بابليك ولا لينك لوكال ولا إيه؟ ما اتكلمناش في النقطة دي. تمام؟ ولا مالتي كاست ولا يوني كاست؟ أعرف الأي بي منين يا جماعة؟ يعني إحنا المالتي كاست مثلا بيبدا ب 224 في الاي بي فيرجن 4، طب في فيرجن 6 بيشتغل بيبدا بايه؟ الجلوبال او الاي بيهات البرايفت، البرايفت في الاي بي فيرجن 4 بتبدا ب 10 او ب 172 او ب 192 او كده. طب المثال بتاعها ايه في اي بي فيرجن 6؟ بعرف منين الاي بيهات
اللينك لوكال او اليونيك لوكال دي. اوكي اوريها لكم هنا. حد عنده اي اسئله لحد دلوقتي يا جماعه؟ الاستاذ عدنان، الناس اللي حاضره معايا اللي هي اكتب معايا، الاستاذ عدنان والاستاذ محمد والاستاذ عمرو، الكلام ده واضح؟ الاستاذ عمرو بيقول ايه؟ ممكن اعرف المنهج الجديد كم بروتوكول علينا؟ اوكي يعني متشكر يا استاذ عدنان فعلا على مدحك، ربنا يبارك فيك يا رب. الاستاذ عمرو بتقول كم بروتوكول عليكم؟ كم بروتوكول من حيث ايه بالظبط؟ في الراوتنج مثلا؟ في الراوتنج هيكون عندك عندك الريب والريفيرجن 2 والاو اس بي اف والاي اي جي ار بي. المنهج الجديد بتاع سيسكو بيحتك شويه بالاو اس بي اف فيرجن 3 اللي هو ازاي تشغله على اي بي فيرجن 6. بصوا يا جماعه، سيسكو بدات تهتم شويه باي بي فيرجن 6 لانه ان اجلا او عاجلا هتدخل فيه، يعني هتدخل فيه خلاص بقى، انتهينا انتهينا فعلا. لازم ان العالم كله لازم يفوق ويبدا يشتغل على اي بي فيرجن 6، وحاولوا تعودوا نفسكم على الشغل عليه. وانا معاكم ان كتابه الاي بيهات دي بتبقى تقيله شويه على المخ، لكن لازم تعودوا نفسكم عليه ان العالم هيتقلب له، يعني هيتقلب له. تمام. المنهج القديم ريب، ايه المشكله؟ الريب لسه بتيجي عنه اسئله يا جماعه، الريب لسه بتيجي عنه اسئله. الريب خفيف يا جماعه، مش محتاج حاجه. انا برفع لكم دلوقتي ملف على اللايبراري هنا بتاعت الندوه اللي احنا فيها، ملف اسمه اي بي فيرجن 6، هو ملف بي دي اف، ملف اسمه اي بي فيرجن 6 حجمه صغير. هتبقى هي صفحه عباره عن ثلاث جداول، الثلاث جداول دول فيهم اشهر الاي بي هات في فيرجن 4 وبيناسبهم ايه او بيمثلهم ايه في الاي بي فيرجن 6. يعني مثلا كلنا عارفين ان مثلا الريب فيرجن 2 او سوري الاو اس بي اف بيشتغل على الدي ار، بياخد الاي بي 224.0.0.6، والنون ديزجنيتد راوتر بياخد 224.0.0.5، او حتى الديزجنيتد راوتر نفسه بياخد 6 و5، لان هو الخمسه ده بيبقى لكل راوترات الاو اس بي اف. طب لو انا شغال فيرجن 6 هيبقى الاي بي هات ايه؟ هنا هتلاقوا جدول، هنا الجدول الفوقاني ده اللي هو بيتكلم عن المالتي كاست ادريسز. مش عارف هنا لو نعمل زوم كده، زوم واضح قدامكم يا جماعه؟ تمام. الجدول اهو يا جماعه، انا فتحته في سلايد ثالثه اسمها اي بي فيرجن 6 بي دي اف، افتحوه وبصوا عليه كده. لو حد عنده اي اسئله. الجدول الثاني بيتكلم عن ازاي اعرف الاي بي اللي قدام مني، هل هو جلوبال ولا يونيك لوكال ولا لينك لوكال ولا مالتي كاست والكلام ده. كل واحد فيهم زي ما انتم شايفين، يعني مثلا اي بي اللي هو زي 2000 على 3 على 3 دي، يعني انا يهمني اول 3 بت فقط. السلاش 3 دي معناها يهمني اول 3 بت فقط، اول 3 بت، مش كل الكوارتت، مش كل الكوارتت، يهمني اول 3 بت فيه فقط. هتلاقوني شرحها لكم هنا، شرحها لكم في السطر اللي قدام منها. اول 3 بت يعني ايه؟ يعني يكون الرقم الاولاني 2 او 3 بس، مش لازم اكتر من كده. تمام. مثلا لو انا عايزه يونيك لوكال بيكون اف دي 00 على 8. يعني ايه؟ يعني لازم يكون اوله اف دي 00، دي مش فارقه معايا، ممكن يكون اف دي 31 مفيش مشكله. لا لا لا، دي معلومات ثابته، دي حقائق ثابته، ده ستاندرد. امال مؤسسه الايكن بتعمل ايه؟ مؤسسه الايكن هي اللي بتحدد الارقام وبتوزعها على العالم. مؤسسه الايكن قالت كده خلاص، قالت ان الارقام البرايفت بتبدا باف دي، الارقام البرايفت بيبدا اولها اف دي، خلاص يبقى هي اف دي. مؤسسه الايكن قالت ان الارقام الجلوبال اللي هي البابليك اي بي هات يعني بتبدا باثنين او بثلاثه، خلاص. بس انت مش هتكتبها في الامتحان اثنين او ثلاثه، لا، تكتبها باسلوب الشبكات المهذب، بتكتبها 2000 دبل كولون على ثلاثه. دي معناها ان الرقم يبدا باثنين او بثلاثه، ليه؟ لان يهمني فيه اول ثلاثه بت، اللي يهمني فيه اول ثلاثه بت، خلاص يكونوا ثابتين. لو انت فكيتها باينري هتفهم يعني ايه اول 3 بت ثابتين. لو فكيتها باينري هتفهم يعني ايه اول 3. جربها كده يعني، بس انا وقت المحاضره لو دخلت اكتر من كده في اي بي فيرجن 6 يبقى المحاضره خلصت. بعد كده الجدول الاخير، الجدول الاخير بيتكلم عن اللي هي
السبيشال ادريسز، حاجه زي مثلا اللي هو الدبل كولون واحد. دبل كولون واحد دي بتكافئ في اي بي فيرجن 4 اللي هو ال 127.0.0. النون ادرس، النون ادرس كنا في اي بي فيرجن 4 بنكتب اربع اصفار، زي مثلا في الديفولت راوتنج كنت بقول له مثلا اي رساله رايحه لاي جهاز ما انتش عارف هو فين طلعها من هنا وخلاص. كنا بنكتبها ازاي في الديفولت روت؟ بقول له الاي بي 0000 اللي الماسك بتاعه 0000 وبعدين ادي له الانترفيس اللي يخرج منها. هنا في الاي بي فيرجن 6 بنكتبها دبل كولون، خلاص بنكتبها دبل كولون. ده جدول مختصر عن يعني الحاجات اللي هتحتاجها في اي بي فيرجن 6. وبالمناسبه يا جماعه يهمني قوي الجدول ده يا جماعه، الجدول ده كوم تاني، لان الجدول ده احتمال كبير تساله عنه في الامتحان، احتمال كبير تيجي فيه اسئله في الامتحان خلاص. والجدول ده اظن يعني انت لو بصيت له مره واحده مش محتاج تبص له تاني، يعني يعتبر اتحفظ واحنا بنتكلم دلوقتي خلاص. المحاضره اللي انا كنت بشرح لكم منها البي دي اف دي اللي هي كانت مكتوبه على خلفيه سوداء، ارفعها لكم، محتاجينها ولا مش محتاجينها؟ طيب ماشي حاضر. استاذ عمرو انت شكلك مصري مش كده؟ استاذ عمرو انت مصري ولا منين؟ طب من دولة تانية يعني. أنا هبقى في الصعيد عندكم على مر قريب، هبقى في الصعيد عندكم إن شاء الله، هبقى في أسوان يعني في قعر الصعيد من جوه خالص. الأستاذ عدنان أنت منين يا أستاذ عدنان؟ أهلا بيك يا أستاذ محمد صلاح. الأستاذ محمد من ليبيا، أهلا وسهلا. أستاذ عدنان منين؟ مشاهدينا الصعايدة في مصر بيردوا زعليم وعليكم السلام، ما بيردوش عليكم السلام زينا، بيحطوا زين. الأستاذ عدنان من مصر ما شاء الله، بس اسم عدنان مش مشهور أوي في مصر. من هنا اسم عدنان مش مشهور في مصر، أول مرة أسمعه بصراحة، افتكرتك عراقي. طيب كويس. مشهور فينا. أهلا بك يا أستاذ عدنان. أنا آخري كان أسيوط، آخر مكان رحت أسيوط، وإن شاء الله الأسبوع الجاي هيبقى، أو الأسبوع الجاي إن شاء الله هيبقى في أسوان. دي المحاضرة يا جماعة، أنا مش عارف هي طالعة بالعرض ليه، بس أنتوا ممكن تعملوا داون لود وتقروها أنتوا بالعدل. أنا مش عارف هي طلعت بالعرض كده إزاي، يعني لو عايز أعملها مش عارف أعملها كده الحقيقة. اه والله ممكن تلف من هنا صحيح، انا اللي مش عارف. طيب ماشي، المحاضرات دي يا جماعه ممكن تعملوها داونلود عندكم، هي محاضره بي دي اف يعني مش كبيره قوي ولا حاجه. هي اسمها دي اسمها ليكشر 18 اي بي فيرجن 6، لان انا كنت عامل محاضرات كامله للسي سي ان اي بالكامل، فدي المحاضره رقم 18 عندي في الجدول بتاعنا يعني. والبي دي اف اللي اسمها اي بي فيرجن 6 دي اللي هي الجدول الملخص، لان الجدول ده مش موجود هنا، مش موجود في المجموعه. أستاذ محمد صلاح بيقول شبكات ما اسم دورة السي سي ان اي، لو عايز اخد دورات التي توظف اكثر. التوظيف يا جماعة، بصوا التوظيف انا ما عنديش عني فكرة، لان انا مش ما اعرفش حاجة شوية عن التسويق، لكن الوظيفة في الاول وفي الاخر بتاعت رزق من ربنا، فانت تشوف انت ميولك ايه الاول، ايه الحاجة اللي انت ممكن تفيد فيها، او الحاجة اللي انت ممكن تفهمها لو اتشرحت لك. يعني في ناس ما بتحبش البرمجة، في ناس بتحب البرمجة، اوكي لو انت شايف ان انت كويس في البرمجه اتعلم برمجه، والسوق محتاج مبرمجين، بس انت دور في المجال. لو محتار مثلا، لو انت كده كده كويس في الشبكات ومحتار، بس تقول ان اخد شبكات سيسكو ولا شبكات مايكروسوفت ولا اخد لينكس ولا اخد كذا، هو ده بقى السؤال اللي ممكن تساله شويه في الحلقه دي. انت محتاج بس تقعد اسبوع على الجرايد. البرمجه صعبه او سهله؟ هي ميول يعني، ما اقدرش اقول هي صعبه ولا سهله، انا شخصيا اشتغلت مبرمج 4 سنين. بس خليني الاول اجاوب لك على سؤال التوظيف. لو انت محتار ما بين اسئله سيسكو او اسئله او سوري يا ربي، كنا بنقول لو انت محتار بين شبكات سيسكو او شبكات مايكروسوفت او لينكس وكده، كل اللي انت مطلوب منك انت تقعد اسبوع بس على جرايد، تشوف بس ايه اكتر حاجه مطلوبه،
الوظائف الخالية اللي فيها إيه أكثر حاجة مطلوبة. لو كانت سيسكو أكثر حاجة مطلوبة، استعين بالله وتوكل على الله وادخل في الموضوع وخده جد هتخلص. لو كان أكثر حاجة مطلوبة مايكروسوفت، تقدر تاخد الـ MCITB اللي هي كانت اسمها الـ MCSE زمان، وتتوكل على الله وتدخل بيها. الكورسات دي كلها متوفرة، كورسات مايكروسوفت بالذات مش هتغلب تلاقي فيها انستراكتورز فيها كتير ممتازين وفاهمينها. يمكن سيسكو فيها في كتير بيشرحوها، بس يمكن متمكنين فيها قوي قليلين شوية. حتى لو خريج تجارة مفيش مشكلة. على فكرة أنا مش خريج هندسة كوميونيكيشن يا جماعة، أنا خريج كلية علوم قسم رياضة بحت. يمكن دي مفاجأة لو حد في قسم رياضة. ممكن هي كانت قسم رياضة وحاسب، بس الحاسب في كلية علوم بيدرس برمجة، ما عندوش أي فكرة عن الكوميونيكيشن. أنا واخد الكوميونيكيشن والشبكات هوايا بس. الأستاذ محمد علي بيقول آخد سيسكو أكاديمي ولا بيرسونال، مش عارف يعني إيه البروفيشنال، مش عارف ممكن تقصد. سيسكو أكاديمي هي بطيئة شوية في الشرح، أنا شايف إنها ملهاش لزوم. يعني فكرة إن تاخد الكورس على 4 مديول أنا شايف إنها أوفر قوي، كان ممكن نختصر عن كده بكتير وتبقى كويس برضه فيه. بس الشهادة اللي بياخده ببطء شديد في سيسكو أكاديمي بيفهم أكتر شوية من اللي بياخده بسرعة. عمرو بيقول أفضل أكمل سيسكو إن إيه؟ طب الإنجليزي مع العربي يا جماعة الترتيب بيتغير، مش بفهم أوي. أفضل ولا كم ام سي اي بعد اس ام اي؟ سيسكو الام سي اس اي بقى تقصد، مش الاس اي. الاس اي يعني الاس اي ممكن مطلوبة أكتر. هي عموما هي دلوقتي ما عادش اسمها ام سي اس اي ولا اس اي، هو دلوقتي بقى في حاجة اسمها ام سي اي تي بي. دلوقتي بقى الأسماء الجديدة بتاعتهم ام سي اي تي بي ادمنستريتور وام سي اي تي بي انتربرايز. ام سي اي تي بي سيرفر ادمنستريتور وام سي اي تي بي انتربرايز. الادمنستريتور مطلوبة وشغلها ماشي موجود برضه. ال MCITP Administrator أو MCITP Enterprise أصعب شوية وعدد الامتحانات فيها أكتر، لكن يعني فرصتها في الشغل أفضل بكتير من ال MCITP Administrator. هتاخد ال CCNA ولا ال MCITP؟ أجين بقول كمان مرة، اقعد على الجرايد أسبوع واحد، شوف إيه اللي مطلوب منك وربنا يوفقك إن شاء الله. شوف إيه الشغل المطلوب ويطلع لي بإذن الله. الله يكتر خيرك يا أستاذ عدنان، كتر خيرك يا أستاذ عدنان. طيب بالنسبة يا جماعة أي بي فيرجن 6 كده خلاص بقى، يعني حرام ناخد فيه أي كلام أكتر من كده. حد عنده سؤال في الأكسس كنترول ليست أو في الوان بصفة عامة؟ الفريم ريلي عاملين فيه إيه يا رجالة؟ بلاش يا رجالة عشان لو في بنات. استاذ محمد عايز ايه يا استاذ محمد؟ عايز تتكلم بالمايك يعني ولا ايه؟ اتفضل المايك قول عايز ايه. اعتقد في واحد في الاخر خالص اللي قبل الاخير في الليست اسمه محمد الصادق، ده دعم فني. دعم فني ده رافع ايده ليه؟ دعم فني ولا هو الايقونه بتاعته ايد؟ انا حسبه رافع ايده، سوري. هو الايقونه بتاعته ايد ولا ايه؟ هو ممكن تكون ايقونه، هو مش رافع ايده. خلاص مفيش مشكله، خلاص مفيش مشكله عادي. طيب الخبرة يا أستاذ محمد الصادق، تمام. أنت بتدرس من على النت، بتدرس سيسكو يعني وشبكات وكده، ولا بتدرس بصفة عامة وعايز يعني، هل أنت عايز نصيحة عامة ولا عايز نصيحة خاصة بسيسكو؟ بالنسبة
بالنسبة للدراسة الكتب، أوكي هو الكتب هي اللي فيها علم، بالنسبة لأستاذ محمد الصادق صدقا يعني الكتب هي اللي فيها علم، لكن القعدة على كتب من الأول للآخر بيبقى فيها شوية ملل وبتخلي الواحد يسيب الدراسة. حاول تستعين الأول بالفيديوهات، في فيديوهات كاملة شرح السي سي إن إيه لناس أنا أعرفهم شخصيا، في ناس منهم أنا أعرفهم شخصيا زي المهندس أحمد عبد الله، ده أنا أعرفه معرفة شخصية.